بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل شرحنا لمراجعة الراوند أو مراجعة العظم إن شاء الله الامتحان. أول حاجة الفيديو ده هنراجع فيه إن شاء الله اللور ليمز، اللور ليم فراكشرز، وهنراجع فيه الكلينيكال فوتوز، الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحان، وكمان هنتكلم عن نيرف انجز إن شاء الله باختصار شديد. طبعا احنا عارفين بس إن الحاجات اللي بشرحها ديت يعني لا تشمل كل العظم، احنا بنجيب الحاجات الموست امبورتنت او الموست كومون وعلى البيزك ليفل او على الاندر جراديويت ليفل، لكن احنا مش بنشرح كل حاجه ومش بنشرح كل التفاصيل مبدئيا. عارف ان هنعدي الامتحان، بس احنا النهارده يعني ايه عشان الوقت ضيق، فاحنا بنحاول ايه نركز على الامتحان فقط. هعيد تذكيركم ان الامتحان عباره عن ايه 10 سلايدز، 5 اكس رايز اند 5 كلينيكال فوتوز. اكس رايز كل سؤال عليه، كل اكس راي عليها سؤالين، وال5 كلينيكال فوتوز غالبا بيبقى سؤال او سؤالين بالكتير. تمام، نخش في الشرح ان شاء الله. اتكلمنا على الفراكشرز ديسلوكيشنز في الابر ليمب، نتكلم النهارده على الفراكشرز اند ديسلوكيشنز اوف ذا لور ليمب. عندنا بيلفيك فراكشرز، الهيب فراكشرز ديسلوكيشنز، بروكسيمال فيمر، فيمورال شافت، ديستال فيمر، ديستال تيبيا او تيبيا فراكشرز سواء بروكسيمال او ديستال، والانكل فراكشرز اند اذر اي رير انتيتيز. اول حاجه دي اول اكس راي هنتكلم عليها، ديت عباره عن بلين اكس راي انتر بوستيرير فيو اوف ذا اوف ذا بلفس شوينج ايه شوينج لو طرحنا الايه السيمفيس بيوبس. هنا عارفين السيمفيس بيوبس دايستي مفتوح اكتر من 2 سم، يعني مفتوح اكتر من 2 سم ده بنسميه ايه سيمفيس بيوبس دايستيزس. ده بيحصل في حاجه اسمها اوبن بوك انجري اوف ذا بلفس، كانك بنفتح الكتاب، بنفتح الكتاب فبيحصل ايه دايستيزس. دايستيز يعني تباعد للسيمفيس بيوبس عن بعضه، فبنسميه اوبن بوك انجري اوف ذا بلفس. تمام تمام طيب قبل ما ندخل بقى على على بقيه الفراكشرز، احنا لازم نحط رولز كده بالنسبه للور ليمب انجرز. معظم اللور ليمب انجرز العظم فيها قوي جدا، فعشان يحصل فراكشر او يحصل ديسلوكيشن بيحتاج ايه هاي انرجي تروما، يبقى غالبا المود اوف تروما بالنسبه للور ليمب انجرز غالبا هاي انرجي تروما. تمام، اللور ليمب انجرز بما انها هاي انرجي بما انها عظم كبير فمشاكله كبير كبير، يعني ايه كبير في ايه في قوته، كبير في مشاكله، كومبليكيشنز بتاعتها بتبقى اخطر واصعب ومور لايف ثريتنينج. فدايما لما نتكلم على كومبليكيشنز في لور ليمب لازم او في لور ليمب فراكشرز من اول بلفس وانت نازل سبيشالي اباف في الاذن الاذني لازم نتكلم على ايه الجنرال كومبليكيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي زي ايه زي الشوك، زي البلمونري او الفات امبوليزم، زي الكومبليكيشنز اوف برولونجد ريكامبنسي بيزل احنا قلنا البيت سورز اليورين تنشن البلمونري امبوليزم وكونستريشن، لازم الحاجات دي نتكلم عليها. تمام طيب واما نيجي نتكلم على المانجمنت لازم نتكلم اما نيجي نتكلم على مانجمنت اوف اي فراكشر في الهيب في اللور ليب، لازم اول حاجه نفكر في الايه اي بي سي دي اللي هو الايه الفيرست ايد بتاع اي عيان مصاب، مش نروح على الفراكشر. الفراكشر ده لايف ثريتنينج، لازم لينا اولويه هي الايه اللايف اوف ذا بيشنت، وبعد كده الاولويه الثانيه هي اللايف اوف ذا ليمب ذن ذا فانكشن اوف ذا ليمب. يبقى اول حاجه اللايف بتاع البيشنت اللي هي بيستي الاير واي والبريثنج والسيركيوليشن والديسابيلتي، دي اول حاجه بنشوفها نطمن العين ستيبل، وبعد كده نبص على ايه الفراكشر بتاعنا وهاو تو مانج. تمام، دي رولز جنرال رولز كده بنحطها في اللور ليمب. طيب نكمل، ده مثلا ايه ده فراكشر بيوكريماي ده بلين اكس راي انتر بوستيرير فيو اوف ذا بلفس شوينج فراكشر اوف ذا سبيريور اند انفيرير بيوكريماس. طيب هنا لو فرضنا ان احنا عاوزين نوصف الديسبيسمنت، ديسبيسمنت هنا رايح انفيرير تحت ولا رايح فوق، بنوصف انهي بالنسبه للثانيه. دايما بنقول ايه دايما ان الجزء اللي نير تو ذا سنتر اوف ذا بودي يعتبر بروكسيمال، واللي away from the center of the body يعتبر ايه distal. فالديستال ده فده superior translation، محدش ابدا ابدا هيوصف لك هيقول لك توصف البيوراكشر بيوكري ماي رايح فين. ليه؟ لان البيوراكشر بيوكري ماي translation بتاعته غالبا ما يفرقش قوي في المانجمنت. تمام، غالبا البيوكري ماي عموما we manage it conservatively الا لو معاه other fractures او معاه other patterns of injuries كده بتخليه unstable، لكن في العادي بيوكري ماي بس بيحتاج بيد ريست، ما يحتاجش اي ايه اي fixation او اي surgical management. تمام، هنتكلم برضه عن موست تروما، نقول هاي انرجي تروما غالبا ايه الهاي انرجي تروما دول، يا اما فولينج فروم هايت يا اما رود ترافيك اكسيدنت ار تي اي. ار تي اي ده
بيقسم لحاجتين، يا اما موتور سايكل اكسيدنت اللي هي ايه، عربيه خبطت واحد، او بيدستريان تروم. بيدستريان تروم يعني ايه؟ واحد ماشي وعربيه خبطته، اللي اتخبط ده بنسميه ايه؟ بيدستريان انجري، بيدستريان واحد ماشي في الشارع. لكن لو عربيه موتور فيكل اكسيدنت، عربيه خبطت في عربيه، عربيه خبطت في موتوسيكل، زي موتور سايكل موتور فيكل او موتور سايكل اكسيدنت، او موتوسيكل خبط في عربيه، او موتوسيكل خبط في موتوسيكل، او ايفر. تمام. ده او ايه ده بالنسبه لايه رود ترافيك، ده كله اندر ايه، اندر ذا امبريلا اوف رود ترافيك اكسيدنت. ايه الهاينريج تروما الثانيه؟ زي احنا قلنا ايه، الفولينج فروم هايت. تمام. طيب الكومبليكيشنز عموما في البلفيك فراكشرز، سواء سواء اوبن بوك فراكشر او بوك انجري او فراكشر بيبك ريماي، بيبقى اهم حاجه فيه الكومبليكيشنز اوف ايه، اوف بليدنج. دايما بيحصل بليدنج في البلفيس، والبلفيس بيستوعب كميه دم كبيره توصل ل 3 لتر او اكتر، فيحصل ايه، فيحصل هيموراجيك شوك. ممكن يحصل كمان ايه، بيبك ريماي دي تتكسر، او يحصل ديسلوكيشن، يحصل انجري للفيسرال ايه، فيسرا انسايد ذا يوني بلادر، او في الفيميل يحصل يوتراس او ايه، او الانتستين، فيحصل ايه انتر ابدومينال هيموريج او انتر ابدومينال كومبليكيشن بسبب الفيسرال انجريز. تمام. دي حاجات ممكن نقولها برضو ككومبليكيشن للبلفيك فراكشرز او ديسلوكيشنز. في حاجه اسمها الاستابيلر فراكشرز، دي الاستابيلم ده الايه، الحق، الحق اللي هو الجزء اللي ايه الفيمورال هيد which articulates with، ديت اللي هو التجويف ده بيسموه استابيلر فراكشر. فراكشر طبعا ده فيري كومبلكس فراكشرز، وغالبا بيحتاج سي تي عشان يبقى واضح وعشان نعرف نقيمه كويس، بيحتاج فيوز معينه، ومانجمنت بتاعه غالبا بيحتاج اوبر ريدكشن، انتنا فيكسيشن، بليت اند سكروز بطرق اكثر تعقيدا، فده يعني اوت اوف ذا سكوب. فاحنا بس نديكم فكره عنه، ان في حاجه اسمها استابيلر فراكشرز ممكن تيجي، ممكن تيجي بديسلوكيشن، وار فيري دينجرس فراكشرز، وتؤدي طبعا هي زي ما انتم شايفين الفراكشر ده في الجوينت. واحنا قلنا اي فراكشر بدون ممكن يعمل ايه، اوستو ارثايتس، ممكن يعمل ستيفنس، ممكن يحتاج بعد كده ايه تغيير مفصل كامل. طيب زي ما انتم شايفين دي انواع ثانيه فراكشرز. كان شايفين السي تي ده، سي تي بسميه سي تي وذ 3 دي ريكونستراكشن، العظم ايه معمول له ريكونستراكشن كايه، كثلاثي الابعاد، انت شايف كل حاجه، شايف كل فتفوته في العظم جايه منين ورايحه فين. فده بيساعدنا كويس قوي في البري اوبراتيف مانجمنت والايه والدايجنوزس، بروبر دايجنوزس اوف ذا فراكشر. ده برضو استابل فراكشر، يعني دي مش مهمه كامتحان راوند بس مهمه كجنرال نولج يعني. طيب نيجي بقى على حاجه مهمه جدا جدا جدا، الهيب ديسلوكيشنز. الهيب ديسلوكيشنز دي فيري فيري امبورتنت اند فيري دينجرس تروماز. التايبس بتاعتها احنا عندنا ايه، مينلي 3 تايبس، في انتيرير هيب ديسلوكيشن، بوستيرير هيب ديسلوكيشن، اند سنترال هيب فراكشر ديسلوكيشن. طيب اشهر نوع ايه هو البوستيرير هيب ديسلوكيشن، ده انا هتكلم عليه بالتفصيل. الميكانيزم في انجري في اي، احنا اي زي اي احنا لور ليمب انجرز عموما هي ايه، هاي انرجي تروما، ممكن ايه رود ترافيك اكسيدنت، بالذات الهيب ديسلوكيشن غالبا بتيجي بسبب الايه رود ترافيك اكسيدنتس، موتور فيكل اكسيدنتس او موتور سايكل اكسيدنتس. طيب هنتكلم بقى ايه على تفاصيل اكتر، بس نيجي الاشعه، ودي اشعه موجوده في الامتحان، ذا بلين اكس راي انتر بوستيريور فيو اوف ذا بلفس شوينج ايه رايت بوستيريور هيب ديسلوكيشن. ليه قلت بوستيريور مش انتيريور؟ مع ان انا فيو واحد صح؟ انا قلنا وان فيوز نو فيو. ايوه صح فعلا، انت المفروض في الفيو ده انت شايف ان هو الايه الهيب المفروض تبقى مكانها هنا وطالعه سوبيريور، انت شايف انه سوبيريور ديسلوكيشن. طب عرفت انها زي بوستيريور؟ دايما البوستيريور بيطلع سوبيريور. فاكرين في الشولدر ديسلوكيشن لما قلنا دايما الانتيريور بينزل انفيريور، هنا عكسه دايما، او سوري زيه يعتبر، هنا البوستيريور بيطلع دايما ايه، البوستيريور بيطلع سوبيريور والانتيريور دايما بيجي ايه انفيريور. تمام. فلو شفنا في الاكس راي لقينا الهيد دي طالعه سوبيريور، ده اسمه ايه؟ غالبا ده رايح بوستيريور هيب ديسلوكيشن. لو شفنا من فيو تاني من لاترال فيو او عملنا سي تي، هنلاقيه رايح بوستيريور بالنسبه للاجيلينويد، سوري بالنسبه هنا لايه الاستابيلم. تمام. يبقى شوينج بوستيريور هيب ديسلوكيشن. هنا زي ما احنا شايفين كده، هنا شايفين الهيد رايحه فين؟ رايحه انفيريور. فزي الشولدر لو راح انفيريور جايه فين؟ يبقى جايه انتيريور. فده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا بلفس اوف ذا هيب اند بلفس شوينج ايه؟ شوينج ليفت هيب انتيريور هيب ديسلوكيشن. تمام. احنا قلنا هاي انرجي تروما، هنا شايفين ده برضه بوستيريور ديسلوكيشن، وشايفين الاثنين رايحين هنا، هنا بايلاترال، بايلاترال انتيريور هيب ديسلوكيشن. دي طبعا هو مكانهم المفروض الهيد مكانها فوق هنا في الاستابيلم ونازله، فايه نازله تحت انفيريور، فده يعتبر ايه انتيريور، دي بايلاترال انتيريور هيب ديسلوكيشن. تمام. احنا قلنا ايه الكلينيكال ديفورميتي، شايفين هي الميكانيزم في انجري مهم جدا لازم نعرفه، ده بيحصل حاجه اسمها ايه، بيحصل وما طول
سويت سوتشرز، فممكن عشان اعمل غيارات في الاندكس ده والصمغ، مش هنعمل فيه حاجه عشان هو معلق على سكين بس. مؤاخذة، آسف جدا. طيب احنا قلنا ديت الميكانيزم في انجري هنا بيبقى ايه؟ بيبقى داشبورد تروما. يعني ايه؟ يعني الركبة دي خبطت في الداشبورد، الداشبورد اما خبطت في الداشبورد حصل ايه؟ حصل ان الليج ده الرجل كلها رجعت لورا، فحصل ايه؟ بوستيريور، الحتة دي كلها اتزقت لورا فحصل بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيد. بيحصل احيانا معاها ني انجريس، ما حصل كمان ايه؟ ني ديسلوكيشن برضه. كلينيكال ديفورمتي بتبقى ايه؟ ادكشن انترنال روتيشن اند فليكشن. تمام، دي كلينيكال ديفورمتي في حالات البوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيد. طيب طيب اي تراكشن، اي سوري، زي ما احنا قلنا هيب ديسلوكيشن، اي ديسلوكيشن في الجسم بنعالجه ازاي؟ بنعالجه عن طريق تراكشن. تراكشن ده هنا بنعمل حاجه اسمها فليكشن اند تراكشن، وايه وايه 90 ديجريز كده، بنحطها 99 ديجريز ونعمل تراكشن للهيب. ده الميثود اوف ريدكشن، غالبا طبعا بيبقى اندر جنرال انستيزيا. تمام. طيب بيبقى اندر جنرال انستيزيا. تمام، ده سواء بوستيريور سواء انتيريور ديسلوكيشن، بنعمل بتدي جنرال انستيزيا، بتعمل ايه؟ ماسل ريلاكسيشن عشان نعرف نرجع ايه ديسلوكيشن. طيب ده حاجه كده فانتسي شويه، ديت توتال هيب حصل له ديسلوكيشن. ده توتال هيب اصلا ده ايه؟ بروثيسيس، يعني زي ما احنا حد يعرف توتال هيب. توتال هيب يعني ايه؟ يعني ريبليسمنت، ناخد الهيد نشيلها خالص ونحط ميتال، وناخد الاستبلم ونكحته ونحط ميتال مكانه. بيحصل في ده، ودي بقى ايه؟ بيبقى ابنور، بيبقى بروثيتيك ارتكيوليشن. وهنا حصل له ده توتال هيب، حصل له ايه؟ ده ديسلوكيشن. طبعا ده مش عليكم خالص، بس انا جايبها كصوره. طيب انتيتي مهمه جدا في اللور امب انجريز. سوري، قبل ما ندخل على الفراكشن نيك فيمر لازم نتكلم على الديسلوكيشن، لازم نتكلم على الكومبليكيشنز اوف هيب ديسلوكيشن. كومبليكيشن هيب ديسلوكيشن اسمها برضه ايه؟ ايرلي وليت. والايرلي لازم نتكلم عن جنرال كومبليكيشن زي شوك، زي ايه؟ زي بالمونري امبوليزم او فات امبوليزم. برضو ممكن يحصل سوري لوكال كومبليكيشنز، لوكال ايرلي كومبليكيشنز نيوروفاسكولار انجريز. ممكن يحصل نيوروفاسكولار انجريز اللي هي ايه؟ يحصل سياتيك نيرف انجري، نيرف النير باي الهيب في المنطقه دي هو السياتيك نيرف، ده كومون في الهيب ديسلوكيشن. ممكن يحصل ايه كمان؟ ليت كومبليكيشنز. الليت كومبليكيشن تشمل general complications زي complications of prolonged recumbency in bed زي ما احنا قلنا، او ايه late local complications زي ايه؟ زي الافاسكار نيكروزس. ليه؟ اما يحصل زي احنا فاكرين احنا قلنا ايه؟ يحصل اي dislocation البلاس سبلاي ممكن يحصل له كينكينج او interruption blood للبلاس سبلاي بتاع الهيد بتاع الفيمر، زي ما اتكلمنا على الشولدر برضه نفس الكلام، فممكن يحصل افاسكار نيكروزس للهيد اوف فيمر. طيب ممكن يحصل ايه كمان زي ما احنا قلنا في اي ديسلوكيشن؟ ممكن يحصل ريكارنس، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اوستي ارثرايتس، ممكن يحصل ستيفنس، ممكن يحصل مايوسايتس اوسيفيكانس، ممكن يحصل هيتيروتوبيك اوسيفيكيشن، ممكن يحصل كومبلكس ريجنال بين سندروم، ولا ده ان ده رير في الايه؟ في الهيب ديسلوكيشن. ممكن يحصل فراكشر ديسلوكيشن، مع ديسلوكيشن يحصل انجري للايه؟ للاستابلم سواء بوستيرور او انتيرور وول، للايه؟ للبون يعني الاستابلم، ويحصل بيسموه فراكشر ديسلوكيشن. تمام، ندخل على نيك فيمر، وده فيري فيري امبورتنت انتيتي. فراكشن نيك فيمر ده ليه كلاسيفيكيشن مش مهمه، في حاجه اسمها ترانس سيرفايكال او سب كابيتال حسب الليفل بتاع الفراكشر. اما نيجي نعلق على الاكس راي، نقول ايه؟ بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا اوف ذا اوف ذا هيب، مش باين رايت او ليفت، شوينج ايه؟ فراكشن نيك فيمر. لو تعرف توصف الجريد دي شكلها ترانس سيرفايكال فراكشر، صعب. انا مش عاوزك توصف الجريد ولا توصف الاي ديسبيسمنت، مجرد تقول فراكشر نيكو فيمر او تقول ديسبليس فراكشر نيكو فيمر، يا اما ديسبليس يا اما نون ديسبليس، ذاتس انف فور يو از اندر جراديوتس. هتقول ايه؟ ديسبليس نون ديسبليس. ليه؟ انك فيمر المفروض دي الحته دي مكانها هنا، فدي معنى كده ان هي ديسبليس، الحته الديستال دي رايحه ايه؟ رايحه طالعه سوبيريور. تمام، سوبيريور ديسبيسمنت. طيب
فراكشن نيك فيمر ده عاده بيجي في الناس الاوستيبروتيك زيه زي ديستال ايه هيوم زي ديستال ريديس. فاكرين ديستال ريديس بين الناس الاوستيبروتيك الناس الالدرلي وهو الايه والسباين. طبعا مش احنا ما اتكلمناش عن السباين خالص لان ده ايه حاجه ايه للبوست اكتر منها الاندر جراديويت. فاكتر حاجه بتيجي بالنسبه للناس الالدرلي ان عندهم اوستيبروزس هي الايه السباين والديستال ريديس والنيكو فيمر او البروكسيمال فيمورال فراكشر سواء نيكو فيمر سواء انتر تروكانتريك فراكشر. النيكو في النيكو فيمر فراكشر ده بيحصل عاده على عكس معظم الفراكشرز لور ليمب بيحصل من لو انرجي تروما لانه بيحصل في ايه في اوستيوبروتيك بون. فسهل جدا يحصل فيه ايه يحصل فيه سهل جدا يحصل من اي تروما سواء لو انرجي او هاي انرجي. فهو سهل يحصل لو انرجي تروما ليه زي السيمبل فولز ليه لان بيحصل في حته اوستيوبروتيك العظم فيها ضعيف. تمام يبقى المود اوف تروما ممكن يبقى لو انرجي ممكن هاي انرجي تروما. الهاي انرجي تروما ممكن لو ايه لو حصل في يونج ايج ممكن لو واحد شاب يعني يونج ايج لو حصل في فراكشن نيك فيما غالبا بيبقى هاي انرجي تروما بسبب الايه بسبب زي رود ترافيك اكسنس ويل فولينج فروم هايت. اوكي طيب احنا قلنا في كلاسيفيكيشن اسمها جاردن كلاسيفيكيشن. الجاردن كلاسيفيكيشن دي بتعتمد على سوري على الديسبيسمنت نون ديسبيسد فراكشر ده جريد 1 مينيمال ديسبيسد فراكشر جريد 3 او سوري فالجاس امبيد فراكشر جريد 1 الانكومبليت فراكشر جريد 1 لو لو كومبليت فراكشر بس نون ديسبيسد جريد 2 لو ديسبيسد فراكشر مينيمال ديسبيسد فراكشر جريد 3 لو هايلي ديسبيسد فراكشر ده جريد 4 والاناتوميكال اللي احنا قلنا عليها ترانسفيكال او بيزل او سب كابيتال فراكشر. المود اوف تروما زي ما احنا قلنا كومبليكيشنز. نيجي نتكلم على الكومبليكيشنز اوف فراكشر نيكو فيمر لازم نقول برضو ايه جنرال كومبليكيشنز ولوكال كومبليكيشنز. والجنرال ممكن تبقى ايرلي ليت واللوكال ممكن تبقى ايرلي اند ليت كومبليكيشنز. طيب نتكلم على الجنرال كومبليكيشنز الايرلي اللي احنا قلنا عليها ممكن يحصل شوك في الفراكشر نيكو فيمر. نيكو فيمر ما بيحصلش بليدنج كتير لان هي حتى اصلا البلاد سبلاي بتاع الهيد بيبقى جاي من فيسل صغيره ومش كتير قوي فلو اتكسرت النيك ما يحصلش بليدنج كتير فصعب يحصل شوك. ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل نيوروفاسكولار انجري زي السايتيك نيرف انجري ده لوكال كومبليكيشن. ممكن يحصل بالمونري امبوليزم دارير قوي لان هي دايما البالمونري امبوليزم او الفيت امبوليزم بيجي من الايه من البون الكبير زي ايه زي زي فراكشرز في الدايفيسيس. طب ليه بيجي مع ديسلوكيشن؟ لان الديسلوكيشن لما بيحصل بيحصل كينكينج بلاد فيسلز فالبلاد فيسلز اما تبقى كينكد ممكن يحصل فيها استجنيشن او ايه سلوينج للبلاد سيركيليشن بسبب الفينز بيحصل فيها بلاد كلوتس فتعمل ايه تعمل دي في تي وتعمل بالمونري امبوليزم. وطبعا في الشافت فراكشرز لما بيحصل فاش فراكشرز الفات الموجود في المظله اللي بيعمل بون مارو بيخش في السيركيليشن ويعمل ايه حاجه اسمها فات امبوليزم. تمام طيب النيكو فيمر مهم جدا الليت زي ما احنا قلنا ليت جنرال كومبليكيشنز. نتكلم على الكومبليكيشنز اوف برولونجد ريكومبنس انبيتيشن ده لو ايه ما اتشخصش كويس او نيجليكتد مش هيتحرك ولا يعرف يقف فيفضل ايه بيدريدن فتره طويله. طيب اللوكال كومبليكيشنز ممكن ايرلي زي ما احنا قلنا نيوروفاسكولار انجري او إيه او ليت كومبليكيشنز. اهم كومبليكيشنز في النيك فيمر ولازم تقولها لو حد قال لك فراكشن نيك فيمر منشن تو كومبليكيشنز نتكلم على الاثنين دول افاسكولار نيكروزس ونون يونيون. فاكرين احنا قلنا الافاسكولار نيكروز ونون يونيون كان قلنا الكومبليكيشن دول موجودين فين في الاسكافويد. الافاسكولار نيكروزس والنون يونيون بيحصل ليه؟ احنا قلنا افاسكولار نيكروز انتربشن لما بيتكسر النيك فيمر ده البلاد سبلاي بتاعها بيتقطع فالحته دي كلها بتموت يحصل لها انتربشن بلس سبلاي فيحصل افاسكولار نيكروز. نون يونيون ليه؟ لان الحته اصلا احنا قلنا الانتربشن بلس سبلاي بيتقطع وعشان يحصل يونيون في اي حته لازم يروح لها دم كتير او دم كفايه ان يحصل يونيون فالحته دي اصلا ما فيهاش بلس سبلاي فمعنى كده ان ممكن تخش نون يونيون بسهوله جدا فممكن يحصل نون يونيون او ايه افاسكولار نيكروز. وده من اهم الكومبليكيشنز اللي ايه لازم نذكرها في اي فراكشن نيك فيمر. تمام طيب هاو تو مانج فراكشن نيك فيمر. فراكشن نيك فيمر مانجمنت يعتمد على حاجتين اساسيتين يعتمد على ديسبيسمنت اوف ذا فراكشر ويعتمد على الايج. نون ديسبيسد فراكشر في اي ايج نعمل فيكسيشن سواء بحاجه اسمها كانيوليتد سكروز. كانيوليتد سكروز دي مسامير مجوفه تمام او بنعمل بحاجه اسمها دي اتش اس اللي دايناميك سكرو. طيب لو اولد ايج لو اولد ايج اللي هم تعريفا الاولد ايج في الليتريتشر ده اكتر من 80 سنه بس احنا مجازا بنعتبر الاولد ايج اكتر من 60 سنه بالذات في الـ developing countries او الـ third world countries بيبقى اللايف سبان او اللايف اكسبكتنسي بتاع الجنرال بوبيليشن قليله شويه فاحنا بنعتبر الاولد ايج اكتر من 60 سنه لكن بره بيعتمد الاولد ايج اكتر من كام من 80 سنه و60 ل 80 دول يعتبروا ايه ميدل ايج بيشنتس. طيب لو اكتر من 60
او اكتر من 80 سنه بنعمل لهم ايه؟ لو ديسبليس فراكشر بنعمل له ريبليسمنت سواء بهيمي ارثروبلاستي يعني نص مفصل او توتال هيب ارثروبلاستي يعني مفصل كامل. طيب لو بيشنت يونج ايج سواء ديسبليس ولا نون سبليس بنعمل له فيكسيشن. تمام. فلو بيشنت عنده 20 سنه ديسبليس ولا نون سبليس نعمل له فيكسيشن سواء بالكليس كروس او بالدي اتش اس. لو بيشنت اولد ايج نون ديسبليس نعمل له فيكسيشن برضه. لو ديسبليس نعمل له ايه؟ ارثروبلاستي او ريبليسمنت. ده هنا مثال للكانيوليت سكروز هنا مثلا بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه فراكشر نيكو فيمر ذا رايت سايد فيكسد باي كانيوليتد سكروز. ده الاي بي بتاعه وده اللاترال سايد بتاعه اللاترال فيو. طيب هنا برضو هنا احنا مش عارفين الفراكشر بس شايفين توتال هيب هنقول ايه بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا بلفيس اند بوث اند بروكسيمال فيمر ريجن شوينج ايه شوينج توتال هيب ريبليسمنت. بس كده التوتال هيب عرفنا التوتال هيب ازاي لان الحته ديت الفيمر كلها ريبليست البروكسيمال فيمر كلها ريبليست وفي نفس الوقت الاستابيلم متثبت الاستابيلر كومبوننت هو دايما اي توتال هيب مكون من جزئين استابيلر كومبوننت وفيمرال كومبوننت. الفيمرال كومبوننت اللي بيخش جوه الفيمر الاستابيلر كومبوننت اللي بيثبته مكان الاستابيلم. الاستابيلر كومبوننت هنا إيه لو لقيت مسامير كده موجوده تعرف ان ده ايه استابيلر كومبوننت ممسوك يبقى ده التوتال هيب. بص هو يعني ايه عموما يعني عشان مش انتم مش مطالبين تفرقوا بين الهيمي ارثروبلاستي والتوتال هيب ارثروبلاستي وانواعهم ودول ليهم تقسيمه كبيره ودول حاجات للبوست جراد تعرفوا ان بس ايه في هيب ريبليسمنت موجود سواء توتال سواء ايه سواء هيمي. لو حد قال توتال هيب ريبليسمنت اتقال صح لو حد قال باي بولر او هيمي ارثروبلاستي هنمشيها تمام مفيش مشكله. ده هنا هيمي ارثروبلاستي ليه؟ لان شايفين الاستابلر كومبوننت مفيش استابلر كومبوننت مش ممسوك بحاجه مفيش حاجه ماسكه ده الفيمورال كومبوننت ده هو دي كلها حته واحده مكان الفيمر دي كلها حته واحده المفروض الحته دي لو حطينا كمان زي الاستابلر كومبوننت العباره بيبقى عباره عن ميتال شيل كده بتحط على مكان الاستابلم لو حطيناها وثبتناها بسكروز او ثبتناها باسمنت بيسميها ايه توتال هيب لكن دي نص مفصل مفصل ملوش ايه ملوش استابلر كومبوننت بيسميه ايه باي بولر او سوري هيمي ارثروبلاستي والهيمي ارثروبلاستي لانواع اشهر نوع بيستخدم دلوقتي هو الباي بولر هيمي ارثروبلاستي. فده بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه هيمي ارثروبلاستي اوف ذا هيب سواء رايت او ليفت طبعا مش واضح السايت هنا في الاكس راي. ده مش عليكم ديت حاجه بس بنشوف يعني ايه افاسكو نيكروزس اوف ذا هيد بيحصل فيها كولابس وبيحصل فيها ديفورميتي وبلس بلاي بتاعها بيبقى متاثر. طيب هنتكلم بقى على الفراكشرز اوف ذا بروكسيمال فيمر. الحاجات الليك فيمر دي تعتبر ايه انتركابسولار فراكشرز لان الايه الفراكشر بيحصل جوه الكبسول وجوه الكبسول يعني يحصل انتربشن للبلاد سبلاي اللي رايح الهيد فبيحصل ايه زي ما احنا قلنا كومبليكيشنز الافاسكو نيكروز ونون يونيون. طيب الفراكشر اللي بتحصل اكسترا كابسولار يعني ايه بره كبسول الكبسول ماسكه فين ماسكه اراوند ذا نيك لو حصل فراكشر ديستال ليها بيسموه اكسترا كابسولار فراكشر ليها فيها فروق جوهريه بينها وبين الانترا كابسولار فراكشر ان البلاد سبلاي في الحته الاكسترا كابسولار دي كويس قوي ما بيحصلش فيه انتربشن بلس سبلاي فبيحصل فيه يونيون غالبا وبيحصل ايه كمان وما بيحصلش فيه افاسكو نيكروزس في الفراكشرز دي. طيب نيجي نوصف للكسور دي زي دي الاول نقول دي بلين اكس راي انتروبوستير فيو ذا هيب شوينج كومينيوتد فراكشر بروكسيمال فيمر. فراكشر لقيته كذا حته مش عارف توصفه ولا عارف تقول ده نوع ايه تقول ده كومينيوتد فراكشر وتقول الريجن ده كفايه او بروكسيمال فيمر. عاوز تقول انها سب تروكانتريك كومينيوت سب تروكانتريك فراكشر هنتكلم عليها دلوقتي في تقسيمه للاكسترا كابسولار فراكشر انتر تروكانتريك وسب تروكانتريك. انتر تروكانتينيك البيرميد ده جريتر تروكانتر وده ليسر تروكانتر لو كسر ماشي بينهم كده بس يبقى اسمه ايه انتر تروكانتريك لو كسر ممتد تحت الليسر تروكانتر بيسميه سب تروكانتريك. تمام. طيب هنا بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه شوينج دي اتش اس ده دي اتش اس ده دايناميك سكرو عباره عن سكرو لاك كده كبير وفي سايد بليت وماسكه بايه بسكروز ديستال اسمه دايناميك سكرو او ايه دي اتش اس. الدي اتش اس غالبا بنثبته اي حاجه في الاثنين يا اما فراكشر نيكو فيمر يا اما فراكشر انتر تروكانتريك هو اشهر بيستخدم في الانتر تروكانتريك فراكشر. تمام. طيب هنشوف بقى الانتر تروكانتريك فراكشر هنشوف ده بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج انتر تركانتر لاحظ هنا الجريتر تركانتر والليسر تركانتر والكسر ماشي بينهم فده اسمه انتر تركانتريك فراكشر اوف ذا رايت هيب. تمام. هنا ايه فيكسد باي دي اتش اس. طيب قبل ما نكمل بس الايه كومنت على الاكس راي دي قول برده ايه المود اوف تروما الانتر تركانتريك فراكشر برده من الحاجات اللي احنا زي ما احنا قلنا البروكسيمال فيمر فراكشر بتيجي في ناس الايه الالدرلي اللي عندهم اوستيوبروزس غالبا يعني بتبقى بسبب سيمبل فولز مجرد وقعه بسيطه بيعمل فراكشر. تمام. ده بالنسبه للمود اوف تروما. الكلينيكال بيكتشر بتاعته زي ما احنا قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي فراكشر او اي ديسلوكيشن بيبقى ايه في بين وتندرنس وسويلنج وديفورميتي ولوس اوف فانكشن وكريبتس ما عملهاش بس الديفورميتي غالبا اكس. طيب هنكمل الفيديو اللي فات. احنا قلنا الانتر تروكانتريك فراكشرز بتحصل بالايه بسبب لو انرجي تروما عاده في الاوستيوبروتيك بيشنتس الالدرلي
واحنا قلنا الديفورميتي بيبقى غالبا اكستنال روتيشن ديفورميتي، وقلنا المانج بتاعهم غالبا بايه، بحاجه من اثنين، يا اما بدايناميك هيب سكرو اللي هو اسمه دي اتش اس، يا اما حاجه اسمها ايه بروكسيمال فيمورال نيل، بيبقى نيل داخل من فوق. وهنشوف مثال ليه دلوقتي، دي اسمه البروكسيمال فيمورال نيل، بيبقى نيل عباره عن مسمار انترامدلري. فاكرين احنا قلنا تقسيمه الحاجات اللي ممكن تتحط تثبت بيها، احنا قلنا ممكن تبقى ايه اوفر ريدكشن بين فيكسيشن باي انترامدلري او اكسترا مدلري، ممكن يبقى هنا اكسترا مدلري زي بليت اند سكروز دي بالايه بالدي اتش اس، او ممكن انترامدلري زي الاي نيل اسمه بروكسيمال فيمورال نيل، ده ايه بين اكس راي انتروبستير فيو showing fracture intertrochanteric or comminuted intertrochanteric fracture of the right hip fixed by proximal femoral nail. تمام؟ اما نيجي نتكلم ده برضو نوع تاني من البروكسيمال فيمورال نيل، بيسميه ترايجن نيل، بيبقى فيه مسمارين فوق بدل مسمار واحد تخيب، يعني ليهم انواع يعني، ده مش مهم، انت كفايه تعرف ان بروكسيمال فيمورال نيل. لو تلاحظ هنا بس هنا انتر تروكانتريك فراكشر وليه سب تروكانتريك اكستنشن، ممكن تقول ده سب تروكانتريك، ممكن تقول انتر تروكانتريك الادق طبعا وسب تروكانتريك اكستنشن. عموما فراكشرز الفراكشر سواء انتر تروكانتريك او سب تروكانتريك فراكشرز، الكومبليكيشنز برضو نقسمهم ايه ايرلي وليت، ونقسمهم جنرال اند لوكال كومبليكيشنز زي ما احنا قلنا، الايرلي زي ما احنا قلنا، والجنرال يعني زي ما احنا قلنا، والليت كومبليكيشن تشمل ايه النون يونيون والمال يونيون والديليد يونيون. بس نفتكر ان الفراكشر لما يبقى قريب، لما في الميتافيسيس، فاكرين لما في الميتافيسيس في البون انز بيحصل فيه ايه مال يونيون اكتر من نون يونيون، ليه البلس سبلاي هنا كويس بيحصل يونيون بس ممكن تلحم في ايه بشكل غلط بيحصل مال يونيون. لكن لو الفراكشر كل ما يقرب من الشافت كل ما نسبه النون يونيون بالذات في السب تروكانتريك فراكشرز اللي عليها ستريس عاليه جدا فبيحصل فيها نون يونيون كتير. تمام؟ طيب نكمل ده برضو ايه، ده بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا هيب شوينج سب تروكانتريك. لو تلاحظ مفيش انتر تروكانتريك بس تحت الليسر تروكانتر في فراكشر في سب تروكانتريك، ممكن نقول كومينيوتد لان هنا في فراجمنت واثنين وثلاثه، هي في فراجمنت لوحدها، فممكن نقول كومينيوتد سب تروكانتريك فراكشر. وشايفين شايفين الحديده دي او الخرطوم، زي ما بيقول الخرطوم كده باين، ده عباره عن حديده وايه وساند على الرجل بسميها، فاكرين لو حد يعرف، لو حد حضر راوندات يعني ما فيش تقريبا حد لحق يحضر راوندات، بس عموما ده بيسميه حاجه اسمها توماس سبليند. توماس سبليند عباره عن ايه، عباره عن حديده كده بتتحط تحت الرجل وبتشد بيها الرجل عشان تحافظ على الالاينمنت بتاع الرجل، ودي حاجه مهمه جدا. توماس سبليند ده فيرست ايد لاي فراكشر سواء سب تروكانتريك او شافت فراكشر في تحت ليفل اوف ذا تروكانترز، ليه بيحافظ على الالاينمنت بتاع الفيمر وبتقلل البين وبتقلل البليدنج وبتقلل الريسك في مان اوف ايه بالمونري فات امبوليزم. تمام؟ طيب اهو احنا قلنا تقريبا احنا لسه كنا بنتكلم عليها في امثله اوضح هنا، ده اسمه توماس سبلنت، ممكن يبقى حلقه وممكن يبقى نص حلقه. تمام؟ نستخدمها فين؟ في الفيمر فراكشر شافت فراكشر. احنا هنا هندخل على طول في الشافت فراكشرز، ده بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا فيمر شوينج ايه ترانسفيرس، ممكن شورت اوبليك، ممكن ترانسفيرس فراكشر فيمر. ده هنقول نتكلم على ديسبيسمنت بقى، واضح جدا هنا الايه الديستال رايحه ايه بالنسبه للبروكسيمال، هنا ميديال وهنا لاترال، رايحه ميديال بالنسبه للبروكسيمال ويز ميديال ترانسليشن، وفي كمان اوفرلاب او شورتنينج. تمام؟ وفي ويز ايه ويز ابييرنس اوف توماس سبلنت او توماس سبلنت. طبعا توماس سبلنت هنا مش المفروض يشد العظم احسن من كده وما يخليش في اوفرلاب. هنا توماس سبلنت طبعا محطوط مش بشكل ايه، مش غالبا مش محطوط بشكل مظبوط. هنا توماس سبلنت محطوط بشكل حلو، الدليل ان فراكشر الاينمنت كويس قوي. هنا برضو انت مش واضح، انت ممكن تلاقي كورتكس دي انتكت، اول ما تلاقي كورتكس انتكت بص كده هتلاقي ايه في فايسس، صح؟ ده تشايلد، ده في جروث بليت هنا بروكسيمال وديستال، ده تشايلد. فالتشايلد ده ممكن يحصل، فاكرين ممكن يحصل في ايه، في حاجه اسمها جرين ستيك فراكشر، يبقى كورتكس كسرت وكورتكس لا. ده مش تيبيكال جرين ستيك فراكشر الحقيقه، بس ممكن تقول عليه جرين ستيك فراكشر لان في كورتكس هنا انتكت وكورتكس مكسوره، فده ايه جرين ستيك فراكشر اوف ذا فيمر. وغالبا هو مش جرين ستيك، غالبا في ديسبيسمنت في بلين تاني. احنا قلنا في القاعده الاساسيه ان وان فيو از نو فيو، فغالبا في ديسبيسمنت في بلين تاني ومش واضح هنا، بس مبدئيا نقول ان في شافت فراكشر نون سبليس شافت فراكشر وفي توماس سبلنت مثلا، ده طبعا ايه ذا ليفت فيمر، باين في الليفت سايد هنا وضحت علامه الليفت سايد. طيب الفراكشر شافت اوف فيمر عموما اولا بتحصل غالبا بهاي انرجي تروماس، يعني بتحصل في يونج ايج بسبب برو ترافيك اكسنت فولينج فروم هايت. كومبليكيشن بتاعتها اهم كومبليكيشن نتكلم على الشوك، ولازم نتكلم على البالموري فات امبوليزم، دي مهمه جدا جدا. ممكن يحصل كومبارتمنت سندروم في الفيمر بس ايه مش كومن زي الليك. الليك بيحصل فيها كومبارتمنت سندروم، هنتكلم شويه عليها اما نيجي نوصل للتيبيا، لكن ممكن يحصل فيها كومبارتمنت طيب الفيكسيشن بتاع الفراكشر شوف تيمر عموما اي شافت فراكشر في الجسم اول حاجه تفكر كلاين
نكمل الشرح بتاعنا. بالنسبة للور ليمب فراكشرز، احنا اتكلمنا على الفيمورال شافت فراكشر. احنا قلنا اي شافت فراكشر غالبا بنصلحها بايه؟ بانترامدلري، او بنثبته بانترامدلري نيلينج. انترامدلري نيلينج بالذات في الشيفت في الفيمر، بتحط حاجه اسمها انترلوكينج نيل. انترلوكينج نيل يعني انترامدلري نيل ممسوك فوق ممسوك تحت بترانسفيرس سكرو زي ما شايفين كده. ده لو جينا نعلق على الاكس راي دي، نقول بلين اكس راي لاترال فيو وذا فيمر شوينج ايه. طبعا لاترال فيو لان البتيلا اهي انتيريور، وديت كوندايل بتاع بوستيريور كوندايل، فهي دي لاترال فيو على الفيمر شوينج ايه، شوينج ترانسفيرس فراكشر ميد شافت فيمر وذ ايه بوستيريور. طبعا دي رايحه بوستيريور، بوستيريور ترانسليشن اوف اوفرلاب، هنا فيكسد باي انترامدلري او انترلوكينج نيل. ممكن فراكشر شافت فيمر نثبت ببليد، بس ده ما يفضلش. دايما بنثبت الفراكشر شافت فيمر بايه؟ بانترامدلري نيل او انترلوكينج نيل. طيب في فراكشرز انت تستني من الفراكشرز بيبقى موجوده فين؟ في الديستال بارت بتاع الفيمر، اسمها ديستال فيمر فراكشر. ممكن تبقى واصله الجوينت انتر ارتيكولار، ممكن تبقى اكسترا ارتيكولار ما وصلتش ايه للني جوينت. والفراكشر دي غالبا برضه كومن في الادلتس، وبتتثبت ايه ببليت اند سكروز. عموما اي فراكشر انتر ارتيكولار ممكن يوصل انتر ارتيكولار، او في الميتافيزيال انس غالبا ما بتنفعش تحط فيها انتر ميدالري فيكسيشن، غالبا بيتثبت بايه؟ بايه ببليت اند سكروز. يبقى open reduction internal fixation by plate and screws. distal femur fractures complication بتاعها هنتكلم مع knee dislocation، لان هي نفسها تقريبا نفس الفكره. knee dislocation knee dislocation المكان قريب قوي من distal femur fracture، فالاثنين entities تقريبا واحده في complications. طبعا غير طبعا complication الخاصه بالفراكشر زي late زي delayed union non union والmal union، لكن عموما كان univascular injuries. هي طبعا نفس الايزز اللي بتاثر زي الايه بوكيتال ارتري او ايه الكومون برونيال نيرف انجري والسايتيك نيرف. طيب في ما قلناش المود اوف تروما. المود اوف تروما في حالات الديستال فيمر فراكشر غالبا بتبقى هاي انرجي تروما زي ما احنا قلنا في ايه في اي لور ليمب فراكشر. طيب نيجي على الفراكشر، دي اسمه فراكشر باتيلا، ده من الحاجات المهمه جدا موجود في الامتحان. ده باتيلا بون، باتيلا بون دي ماسك فيها فوق الايه كوادريسيبس تندون، وتحت ماسك فيها حاجه اسمها باتيلا تندون. واحنا فاكرين لما اتكلمنا على الاوكرين فراكشر قلنا بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل تنشن على البون، بيحصل افالجن فراكشر، فبنسميه افالجن ايه افالجن انجري، بيحصل افالجن فراكشر، وغالبا بيبقى ترانسفيرس، وغالبا بيحصل فيها ايه ديستراكشن. ليه؟ لان البوث اندز بيبعدوا عن بعض بسبب الموصل ايه موصل تنشن. فلو عايزين هنا ديستال بول بعيد عن البروكسيمال بول خالص بسبب المسل تنشن. هنا ترانسفيرس فراكشر برضو هنا ايه مينيمال ديسبليسد. هنا طبعا في الاي بي مش واضح او الفراكشر لاين، فصعب قوي نعلق عليه في الاي بي. دايما في الباتيلا بنعلق عليها في اللاترال فيو ديسبليسد ولا نون سبليسد. يبقى ده بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا ني شوينج فراكشر باتيلا، ده از انف. عاوز تقول ديسبليسد او ديستراكتد فراكشر باتيلا اتس اوكي. وهنا برضو ديت واضح جدا فيها الفراكشر، فراكشر باتيلا ترانسفيرس فراكشر باتيلا displaced fracture patella. تمام، الفراكشر باتيلا زيها زي الاولكرينون بنثبتها بحاجه اسمها الايه تنشن باند وايرنج او تنشن باند امبلانت. تمام، تنشن باند يبقى وايرز وعليها ستانلس، وقلنا الوايرز دي بتحول التنشن فورس الى كومبريشن فورس along the fracture، فتساعد على اليونيون او تساعد على الهيلينج. ده بالنسبه للباتيلا. الباتيلا كوميونيكيشن بتاعتها، ده الباتيلا في جوينت هنا اسمه باتيلا فيمورال، الباتيلا دي بتارتيكوليتنج مع الحته دي بتاعت الفيمر فاسمه باتيلا فيمورال جوينت. فممكن ده فراكشر يعتبر انتر ارتيكولار فراكشر، فممكن يعمل ايه اوستيوارثرايتس، ممكن يحصل ايه بين، ممكن يحصل كورونيك بين، ممكن يحصل ستيفنس، ممكن يحصل فيها برضه نان يونيون ومال يونيون وديليد يونيون. طبعا ده عظمه صغيره قوي، ما حدش يقول لي ان باتيلا في لور ليمب ممكن تعمل شوك وتعمل بالمونري امبوليزم، ده الكلام ما يحصلش. دي عظمه صغيره ما يحصلش منها بليدنج، ما يحصلش منها شوك، ما يحصلش منها بالمونري امبوليزم، هي مجرد الايه كومبليكيشنز سمبل كومبليكيشنز زي الاوستر ثرايس والستيفنس والبين. والباتيلا دي عشان هي تحت السكين على طول بتبقى بتتحس تحت، كله يقدر يحس الباتيلا تحت السكين على طول، فلو حطينا عليها ميتال زي ده بيتحس تحت السكين فبنسميه برومننت هاردوير. دي من احد الكومبليكيشنز الفيكسيشن بتاع الباتيلا بالذات في التنشن بامبس، بيبقى برومننت هاردوير، البيشنت حاسس ان في ميتال تحت ايه بيعرف يحسه تحت ايده على طول. طيب دي ممكن نثبتها بتنشن باند، بس بدل ما نحط وايرز نحط سكروز. طيب ودي حاجه اسمها باتيلار ديسلوكيشن، باتيلا اتخلعت مكانها بشكل تحس ان الني كاب شكل الني اتغير، بدل باتيلا بتبقى في النص بقت في الجنب. دي رير انجري يعني. نتكلم عن ني ديسلوكيشن، دي حاجه مهمه جدا. ني ديسلوكيشنز نوعين اساسيين، هو ايه البوستيريور والانتيريور ديسلوكيشن. احنا دايما نوصف ايه لاي ديسلوكيشن الديستال بالنسبه للبروكسيمال. الديستال هنا راجع ايه؟ راجع بوستيريور بالنسبه للبروكسيمال، فدي بوستيريور ني ديسلوكيشن. هنا
الديستال رايحه انتيريور بالنسبه للبروكسيمال دي اسمها انتيريور ني ديسلوكيشن. يبقى ده بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا ني شوينج ايه بوستيريور ديسلوكيشن، وهنا بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا رايت ني شوينج ايه انتيريور ني ديسلوكيشن. طب مين الاخطر منهم، الانتيريور بوستيريور؟ شايفين البوستيريور شيب بتاع الني بتاع التيبيا شكله ايه، حاد شويه، لكن بوستيريور شيب بتاع الايه الفيمر شكله ايه، مدور شويه. فلو الناحيه الحته الحاده دي خبطت في بليتي الارت اللي ماشي ورا ده، ولا الحته المدوره دي خبطت في البليتي الارت اللي ماشي ورا هنا احسن؟ طبعا لو حته مدوره هتخبط في ارتري مش هتعوره قوي، لكن لو حته حاده زي دي خبطت في ارتري ممكن تعوره. يعني ده طبعا مثال بسيط يعني، بس يوضح ان دايما بوستيريور ديسلوكيشن اخطر من انتيريور ديسلوكيشن. قبل ما نتكلم عن كومبليكيشنز نتكلم برضو عن مود اوف تروما. مود فروما بيحصل فيها هاي انرجي تروما، فكريت داشبورد انجري اللي بتعمل بوستيرور هيب ديسلوكيشن هي برضو ممكن تعمل ايه بوستيرور نيد ديسلوكيشن، نفس الخبطه بترجعها لورا. ممكن يحصل اهم حاجه طبعا زي ايرلي كوميونيكيشن يحصل ايه جنرال زي الشوك. ممكن يحصل في الني، الني ممكن تعمل كومبارتمنت سندروم، لان الكومبارتمنت لان الني انجري تعمل هيماتوما وكوليكشن في الكومبارتمنت بتاع الليج، ممكن تعمل ني سندروم كومبارتمنت سندروم. وممكن يحصل منها نيوروفاسكولار انجري، اهم حاجه الكومون برونيال نيرف انجري او البرونيال نيرف انجريز. وممكن يحصل فيها كمان طبعا البوبليتال ارتر انجري، وده فيري فيري امبورتنت. ممكن يعمل بورد اسكيميا زي ما احنا قلنا كده في الايه في البريكال ارتري، اما كنا بنتكلم على سوبرا كوندايلر فراكشرز ان تشيلدرن. ممكن يحصل برضه بوبليتال ارتر انجري، يحصل فيه ثرومبوزس ويحصل فيه سباز ويعمل ديستال اسكيميا، ممكن تؤدي الى ايه جانجرين لو ما تشخصتش كويس. فدي فيري امبورتنت انجري ولازم نشخصها ولازم نتعامل معاها بحرص شديد. ده بالنسبه للاي ايرلي كوميونيكيشن. ليت كوميونيكيشن زي ما احنا قلنا ممكن يحصل برولونجد ريكامبس ان العيان مش قادر يمشي على رجله، ممكن يحصل ده ديسلوكيشن صح، ممكن يعمل ستيفنس وارثرايتس، ممكن يحصل ريكارنس، ممكن يحصل سوديكس اتروفي ديستالي، ممكن يحصل ايه ماي سايز سيركنس، نفس الكلام اللي احنا قلناه اسكيما في اي ايه ديسلوكيشن. طيب في فراكشر تاني، طيب احنا قلنا الديفورميتي هنا بتبقى في ديفورميتي بقى ايه بيبقى فيروس او فولجاس ديفورميتي، دي مش مهمه بتاعت الايه بتاعت الكلينيكال بيكتشر اوف نيد ديسلوكيشن، دي حته مهمه قوي. دايما بتيجي ايه دايما تيجي التايب اوف ديسلوكيشن وكومنت ذس اكس راي والايه تو مين كومبليكيشنز او تو كومن كومبليكيشنز. زي ما نقول بقى ممكن تقول النيوروفاسكولار انجريز دي مهمه جدا بالذات البوبليتال ارتر انجري والكومبرونيال انجري. ممكن تقول ليت اللي هو ريكارنس والانستابيليتي والاوستيوارثرايتس طبعا مظبوط. طيب هنا ده فراكشر، ده عباره عن بروكسيمال تيبيا فراكشر واصل للجوينت بنسميه ايه تيبيا البلاتو. تيبيا بلاتو يعني سطح المفصل، سطح التيبيا. تيبيا بلاتو انجريز ديت من الحاجات زي ما احنا قلنا، ما احنا عارفين برضو انتر ارتيكولار فراكشر، والانتر ارتيكولار فراكشرز بتعمل ايه بتعمل نفس الفاكرين الانتر ارتيكولار فراكشرز، ممكن تعمل برضو اوستيوارثرايتس وستيفنس لانه وصل جوينت وبتاثر على الكارتليج. التيبيا بلاتو فراكشرز ديت بتحصل غالبا بسبب دايركت تروما، ممكن تحصل اندايركت بس عليهم دايركت تروما من اي موتور فيكل اكسنت خبطه بشره في الاي بلاتو. كلينيكال بيكتشر زي اي فراكشر. الكوميونيكيشن تشمل برضه زي ما احنا قلنا ايرلي وليت كوميونيكيشنز. ايرلي كوميونيكيشن ممكن تعمل نيوروفاسكولار انجري زيها زي نيد ديسلوكيشن او ديستال فيمر، كلهم في حته واحده ممكن يعمل نيوروفاسكولار انجري زي البوبليتال ارتري زي الكومون برونيال نيرف انجري. ده وزي اي انتر ارتيكولار فراكشر ممكن يعمل ليت كوميونيكيشن زي الاوستر ارثرايتس ستيفنس، وزي اي فراكشر ممكن يعمل مال يونيون او نون يونيون، ولو انه غالبا مال يونيون لان هنا النون يونيون صعب يحصل. احنا قلنا الحتت دي ميتافيزيال وفيها بلس بلاي كتير وبيحصل لها هيلينج بسرعه، فالاغلب هنا بيحصل مال يونيون اكتر منه نون يونيون. والاوستر ارثرايتس فيري 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 كومن كوميونيكيشن للتيبيا بلاتو فراكشر. طيب في حاجه بس نسيناها نقولها، هاو تو مانج نيد ديسلوكيشن. نيد ديسلوكيشن اتس هاي انرجي تروما، ولازم احنا قلنا اي هاي انرجي تروما في اللور ليمب لازم نفتكر الاول اي بي سي دي، وبعدين نفتكر نتاكد ان مفيش بليتال ارتر انجري لان ده ممكن يعمل اسكيميا ولازم يحصل له مانجمنت بسرعه. تاني حاجه احنا زي اي ديسلوكيشن بنعمل ايه عشان نرجعه؟ نعمل تراكشن اندر جنرال انستيزي، نرجع ديسلوكيشن وبعد كده ايه نفولو اب ايه ونكزامين البيشنت فور اذر ليجامنتس انجري، وبعد غالبا بيحتاج ريبير الليجامنتس دي ليتر اون. طيب ده احنا قلنا تاني ده ليه تيبل بلاتو فراكشر، ده بلين اكس لي لاتر انتروبوستيرو فيو اوف ذا ني شوينج تيبل بلاتو فراكشر. عاوز تقول ده اللاترال تيبل بلاتو، دي الحته اللاترال ناحيه الفيبر دي لاترال، لاترال او فراكشر لاين اهو ده لاترال تيبل بلاتو فراكشر، تبقى كده كويس. عاوز تقول تيبل بلاتو فراكشر بس اتس اوكي. طيب ده كومينيوتد تيبل بلاتو فراكشر، يعني كومينيوت لو يعني شايفين الفراكشر واصل للارتيكولار سيرفس اهو، فده ايه وفي فراجمنتس كتير، فممكن تقول ايه فراكشر كومينيوتد فراكشر بروكسيمال تيبيا او كومينيوتد فراكشر تيبل بلاتو، ده صح وده صح.
طيب دايما احنا قلنا الرول في اي انتر ارتيكولار فراكشر احنا قلنا بنحط بليت اند سكروز، زي الديستال فيمر قلنا بنحط بليت اند سكروز، زي الديستال هيمرس في الادلتس بنحط بليت اند سكروز، زي الديستال ريديس احيانا بنحط، ممكن ينفع نحط بليت اند سكروز، وبرده في التيبي بلاتو فراكشر لازم احنا بنحط بليت اند سكروز. ليه؟ احنا بنحتاج ابسولوت ستابيليتي، حاجه اسمها ايه ابسولوت ستابيليتي، يعني عاوزين فراكشر يبقى ماسك كويس قوي من غير ما يتحرك خالص، فبنعمل بليت اند سكروز. تمام، او برودكشن تن فيكسيشن باي بليت اند سكروز. نتكلم على التيبيا فراكشرز، تيبيا فراكشرز ديت هنا الشافت فراكشرز، يعني احنا قلنا في بروكسيمال تيبيا اللي اسمها تيبيا بلاتو، وديستال تيبيا هنتكلم عليها اسمها تيبيا البلافوند او البيلون فراكشر. الشافت فراكشرز بقى زيها زي اي شافت فراكشر، احنا قلنا في اللور لمب بيبقى هاي انرجي تروما، بيبقى غالبا موتور فيكل او فيكل اكسيدنت او رود ترافيك اكسيدنت او فولينج فروم هايت. اما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر نفس الكلام، مفيش اي حاجه مميزه في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها، لكن هي مهمه جدا نتكلم على الكومبليكيشنز. بس قبل الكومبليكيشنز نوصف الاكس راي زي اللي جات لنا، نقول بلين اكس راي انتروبوستير وهنا لاترال فيو شوينج اي فراكشر، هنا شورت اوبليك ممكن نقول سبايرا فراكشر اوف ذا اي ديستال او الميد شافت، مش ميد شافت، هي ديستال ثيرد اوف ذا تيبيا. وهنا مش واضح قوي ترانسليشن في الاي بي، لكن في اللاترال واضح ان هي رايحه بوستيريور، جزء بوستيريور ترانسليشن اوف ذا تيبيا. طب الفيبيلا كمان فيها فراكشر، هي لونج اوبليك او سبايرال فراكشر ذا فيبيلا برضه في الاي بي، يعني حاجه بسيطه خالص ميديال ترانسليشن، بس هنا واضح هنا اكتر هنا ايه في بوستيريور ترانسليشن اوف ذا اوف ذا اوف ذا في اوف ذا فيبيلا. تمام، يبقى ممكن توصفها كده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا رايت بوست بون او رايت ليج شوينج ايه فراكشر بوست بون ليج، اسمه بيسموه بوست بون ليج فراكشر، او ممكن توصف ده لوحده فراكشر بوست بون ليج ده سبايرال اوبليك فراكشر وذ بوستيريور ترانسليشن. طيب ممكن يجي طبعا الفراكشر تيبيا ممكن بيجي باشكال متعدده، ممكن يبقى سيمبل فراكشر، ممكن يبقى بوست بون العضله الفيبيلا برضه مكسوره، ممكن يبقى كومينيوتد، ممكن يبقى سيجمنتال، يعني في كسر هنا وكسر هنا وبينهم حته سليمه فبنقول اسمه سيجمنتال فراكشر. مش لازم التفاصيل دي بس نقول كومينيوتد، طالما لقيت فراجمنتس كتيره ببساطه اعتبرها كومينيوتد وريح نفسك. فهنا ايه ذا بلين اكس راي انتروبوستيريور اند لاترال فيو ذا تيبيا شوينج كومينيوتد فراكشر اوف ذا ميد شافت اوف ذا تيبيا، والديستال رايحه بالنسبه للبروكسيمال رايحه فين؟ رايحه ايه ميديال ناحيه التيبيا ميديال، والفيبيلا لاترال فراح ميديال ويد ميديال ترانسليشن. الديستال دي بالنسبه للبروكسيمال دي راح ميديال، طبعا في فراجمنت كوميونيشن في النص مش لازم نعلق عليه، نقول كوميونيتي فراكشر بس خلاص. طيب الكومبليكيشن بتاعت التيبيا زي ما احنا شايفين كده، ده منظر ايه الفاشيوتومي بعد الكومبارتمنت سندروم. الكومبليكيشن بتاعت التيبيا تشمل برضه ايرلي كومبليكيشنز ليت كومبليكيشنز، واهم ايرلي كومبليكيشن هي الكومبارتمنت سندروم، لان دايما التيبيا دي بيحصل فيها ايه بيحصل موجوده بيحصل فيها ايديما وهيماتوما في كلوزد كومبارتمنت سمول كومبارتمنت، فبيزنق بسرعه ويحصل كلوجر للكابيلري فيلنج او كلوجر للكابيلري سيركيوليشن للستراكشرز او سوفت تيشو، فيحصل ايه كومبارتمنت سندروم. كومبارتمنت سندروم ده علاجه اكيوت ايمرجنسي سيتويشن، محتاجه الفاشوتومي، لان انت ما عملتش فاشوتومي كومبارتمنت هيفضل يزيد لغايه اما يقفل البلاد سبلاي كله بيحصل اسكيميا. طب ايه تاني اهم كومبليكيشن في الفراكشر تيبيا؟ الاوبن فراكشر التيبيا بون دي حاجه سبكوتينيوس بون، يعني تقدر تحسها مباشره تحت رجلك تحت بايدك تحت السكين على طول، فهي سبكوتينيوس، اول ما تتكسر تروح جاي قطع السكين على طول، فيحصل اوبن فراكشر. اوبن فراكشر ده مشكلته انه بيعمل بعد كده انفكشن، ان خلاص الانفايرمنت بيبقى دايركت كونتاكت مع الانفايرمنت بره فيحصل انفكشن فيه. ده ليه كلاسيفيكيشن طبعا، ده مش مهم، حاجه اسمها جاستيلو كلاسيفيكيشن تايب 1 و2 و3 و3 متقسمه لA وB وC، ده مش مهم خالص عليكم، هي مهمه طبعا للايه اللي بعد كده هيكملوا اورثوبيدكس او اللي هيشتغلوا في طوارئ، بس تعرفوا بس في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوبن فراكشر اسمها جاستيلو كلاسيفيكيشن، دي فيري فيري امبورتنت. ده امثله للاوبن فراكشر، ده العظمه طالعه من الجسم من الفيمر، ده عظمه الفيمر، ده اوبن فراكشر الفيمر، وده المسلز حواليه ودي برضو اوبن فراكشر. طالما لقيت في بون باين او الهيماتوما بتاعت يعني اوبن فراكشر، يعني الفراكشر او الهيماتوما بتاعته كونكتد تو ذا انفايرمنت، سواء عن طريق السكن سواء عن طريق اي فتحه سواء عن طريق الريكتوم زي مثلا فراكشر بلفس وحصل انجري للريكتوم، فالبلفس فراكشر ده واصل للانفايرمنت عن طريق الريكتوم، ده يعتبر اوبن فراكشر. نفس الكلام اي يعني طالما كونكت الانفايرمنت عن طريق اي طريق وات ايفر ات از بيسموه اوبن فراكشر. ده طبعا مثال واضح جدا اوبن فراكشر، العظمه اصلا بره الجسم خالص. طبعا ريسك هنا فيري فيري هاي ريسك اوف انفكشن، اهم كومبليكيشن لفراكشر زي ده هو الانفكشن. طبعا ممكن يحصل طبعا ده فراكشر فيمر، ممكن يحصل كل انواع الكومبليكيشن بتاعت الفيمر زي الشوك وات ايفر اللي احنا قلنا عليها، بس اكتر عظمه بيحصل فيها الاوبن فراكشر هي التيبيا، من اشهر الفراكشرز، وممكن يحصل كومبارتمنت سندروم، ممكن يحصل كومبارتمنت سندروم مع اوبن فراكشر.
ما انت تقولي الاوبن فراكشر فتح الكومبارتمنت، لا بس في اذر كومبارتمنتس مقفوله، لان هو في سوبر في بوستيرور سوبر فيشن ديب كومبارتمنت، في لاترال كومبارتمنت، في انتيرور كومبارتمنت، في كذا كومبارتمنت، ممكن واحد منهم فتح والباقي لسه مقفول، بيحصل فيه كومبارتمنت سندروم. طيب طب التيبيال فراكشرز جنرالي بنثبتها بايه؟ بانترميدلري نيل، زي ما احنا قلنا اي شافت فراكشر في الجسم غالبا بنثبته بايه؟ بانترميدلري او اسمه انترلوكينج نيل ايه تيبيا. تمام؟ طب افرض الفراكشر ده اوبن، ما مثبتوش بانترميدلري، بنثبته باكسترنال فيكسيشن، اسمه جهاز تثبيت خارجي اسمه اكسترنال فيكسيتور، ايذر سمبل بلين اسمه بلين اكسترنال فيكسيتور او يوني بلانر او باي بلانر، او حاجه اسمها رينج فيكسيتور بنسميه جهاز اسمه ايلي زاروف، لو حد سمع عنه، جهاز مشهور جدا في العظم اسمه ايلي زاروف، عباره عن ايه دوائر كده حوالين الليج، ده نوع من الاكسترنال فيكسيتور. يبقى ايه في حالات الاوبن فراكشرز بنثبتها بايه؟ باكسترنال فيكسيشن، سواء مونو بلانر او رينج فيكسيتور اللي هو اسمه ايلي زاروف. تمام؟ طيب في الاطفال في الفراكشرز في التيبيا الشافت فراكشرز عموما في الاطفال، سواء فيمر سواء تيبيا سواء هيمر سواء بوس بون فور ارم او بوس بون ليج، بنحط لهم حاجه اسمها انترا مدلري فليكسبل نيلز او انترا مدلري نيلز. يبقى ده مثلا بلين اكس راي انترو بوستيرو لاترال فيو of the leg in a child leg, and if you physis موجود showing a showing short oblique fracture of the distal tibia and show if you short of the oblique or show or transverse fracture of the distal fibula with lateral translation. اثنين رايحين lateral في lateral view مفيش ايه anterior ولا posterior translation، لكن في AV view في lateral translation. هنا fixed by الفيبولا التيبيا بس، دايما غالبا لما يبقى في fracture post bone leg الاثنين في نفس الليفل من ايه بنثبتهم، بنثبت التيبيا فقط وبنسيب الفيبيلا. تمام؟ يبقى بنثبت الايه التيبيا بس ونسيب الفيبيلا، وبنثبتها غالبا بانترا مدلري نيلز في الاطفال اسمها فليكسيبل او اسمهم نانسي نيلز. تمام؟ في فراكشر احنا قلنا لو الديستال بقى تيبيا مكسوره وغالبا في ادلتس، يعني بيبقى ايه لو واصل الارتيكولار سيرفيس بتاع الانكل، ده الارتيكولار سيرفيس ده الانكل جوينت، الفراكشر واصل الارتيكولار سيرفيس بنسميه بيلون او تيبي بلافون فراكشر، فنقول بلين اكس راي انتر بوستيريور لاترال فيو اوف ذا اوف ذا اوف ذا انكل ريجون شوينج اي بيلون فراكشر او اي او تيبي بلافون فراكشر، ده انتر ارتيكولار فراكشر والكومبليكيشن بتاعته ده بيحصل هاي انرج تروما غالبا في ميدل ايج او يونج ايج بيشنتس، وبيحصل بيعمل كومبليكيشنز زي ما احنا قلنا، ممكن يعمل نيورو فاسكولار انجري، الاستراكشرز ماشيه هنا زي الايه انتيرو تيبيال او بوستيرو تيبيال ارتري او الانتيرو او بوستيرو تيبيال نيرف، وممكن يعمل ممكن يحصل فيه مال يونيون، ممكن يعمل زي ما احنا عارفين ان هو وصل الجوينت، فممكن يعمل اوستيوارثرايتس وستيفنس، ممكن يعمل سودكس اتروفي مايسيرفيكانس كومبلكس ريجن بينستروم، زي ما احنا قلنا ايه السكيما العامه بتاعه كومبليكيشنز اوف فراكشرز. ده برضو بيلون فراكشر ده واصل الانكل، ده كوميونيتد، ممكن تقول كوميونيتد ديستال ايه بوست بون ليج فراكشر. طيب هنا في سمبل فراكشر فيبيلا، لكن هنا في كوميونيتد فراكشر تيبيا ديستال تيبيا واصل للجوينت، فده يعتبر بيلون فراكشر. الانكل فراكشرز دي فيري فيري امبورتانت انتيتي وفيري كومون فراكشر سبيشالي ان ادلتس. شيلدرن برضو زي ما الانكل عباره عن تيبيا وتيلس عظم الثالوث، وده الميديان مالوس وده اللاترال مالوس. احنا بنوصف الجزء المكسور في الانكل جوينت، مثلا فراكشر زي ده ده بلين اكس راي انترو بوستيرور فيو اوف ذا انكل ريجون شوينج اي فراكشر اوف ذا اي لاترال مالوس اند فراكشر ذا ميديان مالوس. نحاول نوصف الفراكشر احسن من كده ازاي؟ نقول ان في سبايرال، غالبا اللاترال مالوس بيبقى سبايرال اوبليك فراكشر في الايه في اللاترال مالوس، وفي ترانسفيرس فراكشن ذا ميديان مالوس with a طب الفراكشر ده رايح فين والفراكشر ده رايح فين بالنسبه للبروكسيمال، الاثنين والانكل كله رايح ايه رايح lateral صح with the lateral translation او with valgus deformity. احنا عارفين lateral يعني valgus والميديان يعني فيرس، ممكن نقول with a valgus translation زي نفس الكلام هنا plane x-ray anterior posterior view with ankle showing a showing spiral fracture of the lateral malleus with lateral translation. دايما بيحصل ان الايه الانكل بيسبلكس laterally، الماتيلس بتزق الفيبولا وبتطلع lateral وتشد معاها الايه ميديان مالوس، فكلهم بيروحوا lateral. تمام؟ طيب الانكل فراكشرز ديت بيبقى غالبا بلو انرجي تروما تويستنج انجريس، يعني واحد ماشي رجله لفت حواليه راحت جايه كسره الايه ميديال او لاترال مالوس، غالبا اللاترال بيتكسر اسرع من الميديال لانه اضعف منه، او الانرجي بتاعته بتبقى او التروما بتبقى عليه اكتر او تويستنج انجري بيبقى عليه اكتر.
في انواع للانكل فراكشر دي في كلاسيفيكيشن، بس احنا مش هنخوض فيها لان هي حاجه معقده شويه. احنا مش عاوزين ايه تفاصيل، احنا عاوزين بس ايه ما يجي لك اكس راي يتعلق وتقول في باي ماليولار فراكشر انكل، في فراكشر ايه لاترال ماليس وميديال ماليس بيسموهم باي ماليولار فراكشر انكل. لو فراكشر لاترال ماليس بس بيبقى ايزوليتد فراكشر لاترال ماليس، لو فراكشر ميديال ماليس بس بيبقى ايزوليتد فراكشر ميديال، بتوصف شكله هنا ترانسفيرس فراكشر، هنا اوبليك فراكشر، مفيش مشكله. هنا برضو هنا زي ما قلنا بلاود بلين اكس راي انتروبوستيريور فيو اوف ذا انكل شوينج ايه اللاترال ماليوس، يعني ايه؟ يعني الجزء الديستال فيبيولا لغايه فين؟ لغايه 6 سم فوق الاي جوينت. عاوز تقول ان ده فراكشر شورت اوبليك فراكشر في الفيبيولا، شافت الفيبيولا صح، عاوز تقول ان هو هاي لاترال ماليوس فراكشر صح. وهنا طبعا ميديال ماليوس فراكشر باين خالص ترانسفيرس فراكشر، والاثنين ترانسليتد ايه لاترالي. اذا دوت ممكن تقول عليهم باختصارا وهيبقى صح كلامك مظبوط 100%، تقول باي ماليولار فراكشر انكل، يعني ايه الاثنين ماليولاي مكسورين. طالما الميديال ماليوس مكسوره غالبا اللاترال هتلاقيها مكسوره، فتقول باي ماليولار فراكشر انكل بس، والدايجنوز بتاعك يبقى صح. طيب البايمرال فراكشر انكل زونز احنا قلنا مود اوف تروما وكلينيكال بيكتشر زي ما احنا قلنا، الكومبليكيشنز برضو زي اي فراكشر انتر ارتيكولار بيحصل ايه ستيفنس اوسترايتس مايسيس فيكانس وهيتيروتوبا كوسفيكيشن ايرلي ممكن يعمل نيروفاسكولار انجري زي ما احنا قلنا انتيريو تيبيال او بوستيريو تيبيال ارتري او نيرف. طيب هاو تو فيكس، طبعا زي ما احنا قلنا فاكرين القاعده بتاع اي انتر ارتيكولار فراكشر لنثبتها بليت اند سكروز، نفس القاعده هنا اللاترال مانيوس يعتبر انتر ارتيكولار وصل الجوينت فنثبته بليت اند سكروز. طب الميديال مانيوس بنثبتها بحاجه من الاثنين، يا اما نثبتها بسكروز فقط يا اما نثبتها بتنشن باند. فاكرين لما قلنا الحاجات اللي ايه بتتشد الميديال مانيوس بس في ليجامنتس بيشدها، فممكن نثبتها بتنشن باند، ممكن نثبتها بسكروز فقط. في مسمار احيانا الديستال تيبي فيبلر جوينت ده احيانا بيحصل له انجري الليجمنتس اللي فيه وبيخلع بيبعد عن بعضه. فاكرين الديستال راديو النر جوينت فاكرين كان بيحصل انجري في ايه في تروما اسمها ايه كاليات سي فراكشر ديسلوكيشن، نفس الكلام هنا احيانا بيحصل ايه انجري للديستال تيبي فيبلر جوينت بيسموه سيندزموتيك انجري، ولما يحصل بنحط سكرو بيوصل التيبيا في الفيبولا بسميه سيندزموتيك سكرو. سيندزموتيك سكرو يبقى ده بلين اكس راي انتروبوستيريور فيو، تبع نفس الفيو تقريبا الاثنين انتروبوستيريور فيو اوف ذا انكل شوينج ايه بايمالر فراكشر انكل فيكسد باي بليت اند سكروز. وهنا بايمالر فراكشر سوري لاترال ماليوس فراكشر وفي سيندزموتيك انجري، الحته دي فاتحه اهي فيكسد باي سيندزموتيك سكرو بليت اند سكروز، وهنا في سيندزموتيك سكرو بلس سيندزموتيك سكرو. تمام دي حاجات رير انجريز، حاجه اسمها تيلو فراكشر دي مش يعني حاجه مش مهمه، وكالكينيس فراكشر عظمه فراكشر نفسها مكسوره، يعني حاجات لس امبورتنت صراحه مش هخوض فيها عشان امتحان الاند راوند يعني ما نلغطش الناس اكتر. دي حاجات في العادي بنشرحها بس عشان الوقت احنا مش هنجيبها ان شاء الله في الامتحان ومش مهم عليكم، وفي نفس الوقت ايه مش هتكلم فيها كتير. البيزو فيرست فراكشر لس فرانك حاجه اسمها لس فرانك فراكشر لوكيشن. احنا كده نكون خلصنا اللور ليمب ايه لور ليمب انجريز او لور ليمب فراكشرز. هنتكلم دلوقتي هنكمل الفيديو هنبدا في الكلينيكال. احنا قلنا في 5 اكس رايز و5 كلينيكال فوتوس، هتكلم على الكلينيكال فوتوس الحاجات امثله الحاجات اللي هتيجي ان شاء الله في الامتحان، وبعديها نتكلم عن ديف انجريز باختصار شديد. نشد حيلنا كده ان شاء الله. طيب اول حاجه صوره اسمها حاله اسمها دي دي اتش. دي دي اتش يعني ايه؟ ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف تايب، يعني تعرف الحاله دي اسمها دي دي اتش ازاي؟ ده سبوت دايجنوز، بيجي لك اكس راي كده يقول لك ده ايه. هتلاقي في شايفين ده هيب في طفل، عرفت الطفل ازاي؟ لان في فايسز ده مفتوحه وده مفتوح وفايسز هنا مفتوح، الحاجات دي جروث بليتس موجوده في كل حته، وترايراديت كارتج اللي هو بتاع الاستبلم مفتوح ده كلها جروث بليتس. هتلاقي في استبلم الهيب موجود في مكانها جوه الايه جوه الاستبلم اهي، والهيد الثانيه ديسلوكيتد. فاكرين لما شفنا الوضع ده في الادلت بنسميه بوستيريور ديسلوكيشن وطالع فوق. هنا لو في تشايلد بص ما فيش حاجه اسمها ديسلوكيشن ان تشايلد، دايما لو حصل انرجي حصل صوره سوري تروما في تشايلد ما بيحصلش ديسلوكيشن، لان الفايسز في التشيلدرن اضعف من الليجمنتس. لما عشان يحصل ديسلوكيشن الليجمنتس اتقطع، وعشان في الاطفال الفايسز اضعف، فاما يحصل انرجي فما يحصل تروما سوري الانرجي بتاعت تروما دي او الفورس بتاعت تروما بتكسر الفايسز اسهل منها ما تقطع الليجمنتس. فدايما في الاطفال ما بيحصلش ديسلوكيشن ويحصل فايزيال انجريز، حاجه اسمها ايه متقسمه مشهوره جدا اسمها سولتر هاريس كلاسيفيكيشن اوف فايزيال انجريز. يحصل حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، يعني الايه الفايسز يتكسر ويخلع او يتفك عن بعضه، اسمه فراكشر سيبريشن. ده انتيتي خاصه بالانجريز في الاطفال. طيب هنا لقينا الجوينت مخلوع، دي حاجه مش طبيعيه، ده مش تروماتيك نون تروماتيك، وعاده في الاطفال بيبقوا غالبا ايه اقل من 5 سنين، طبعا ممكن يحصل ممكن يكمل اكتر من كده، لكن هو غالبا بيبقى ديفلوبمنتال، يعني ايه بيحصل مع ايه ويت تايم.
كان اسمه القديم كونجنتال ديسلوكيشن، بعد كده اتغير لديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب. بتلاقي ناحيه ايه، او ممكن ناحيتين مخرعين، بس تلاقي الجوينت الهيد بره الاستابيلوم. لقيت حاجه زي كده تقول دي دي اتش او ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب سبوت دايجنوستس. طبعا هنا لو في رايت تقول رايت او ليفت، لكن هنا مش واضح. يبقى بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا بلفس شوينج ايه دي دي اتش او ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب. تعرف انت تتاكد 100% تقول كده لو قال لك في الهيستوري ذير از نو تروما، والتشايلد طبعا اقل من 5 سنين او يعني غالبا بيبقى في الوضع ده. البيرث ديزيز ديت حاجه هي مش مهمه قوي في الامتحان ده، بس هي حاجه مهمه عموما لان بيحصل فيه البلاد سبلاي بتاع الهيد. فاكرين الافاسكال نيكروزس في الادلتس؟ شفت كنت مشير لكم صوره فيها ايه راس العظمه متاكله وديفورمد. نفس الكلام ده بيحصل في الاطفال، بس بيحصل ايديوباتيك من غير سبب. بيحصل انتربشن بلاد سبلاي رايح الهيد من غير سبب كده، وتلاقي الهيد ديفورمد ومتاكله وشكلها اتغير، فبنسميه مرض بيرثس اللي هو ايه، بنسميه تاكل نيكروزي في راس عظمه الفخذ في الاطفال. طيب في حاجه اسمها سليب ديكابيتال فيمر اوليفيسز، اللي هو ده عباره عن يعتبر فراكشر سبيريشن، اللي هو الفايسس ده بتاع البروكسيمال فيمر اتكسر، والايه والابيفيسز بتاع الهيد اتحركت مكانها. دي اسمه فراكشر سيبريشن او سليب بروكسيمال فيمر، بس ايه غالبا مش نون تروماتيك، فبنسميه سليب ديكابيتال فيمر اوليفيسز. برضه ده حاجه مش مهمه في الامتحان بصراحه، لان هي حاجه معقده شويه ومور بوست جراديويت، وعشان ما فيش وقت شرحناها بالتفصيل فمش هنجيبها في الامتحان ان شاء الله. طيب دي صوره مهمه جدا جدا، دي فورمتي فيري فيري كومن ديفورميتي بتحصل في الاطفال، بنسميها تاليبس ايكوين فيروس او اي كلاب فوت، ودي مشروح عندكم في الكتب بتاعه الايه الاندر جراديت عندكم. دي بتبقى عباره عن ديفورميتي كونجنتال ديفورميتي، بيبقى الايه بيبقى الفوت عامله ازاي داخل لجوه، بيبقى فيها مالتيبل ايه اليمنتس، الهايند فوت والفور فوت. ده اي فوت عباره عن ايه، هايند اللي هو الحد الجزء الخلفي، والميد فوت والفور فوت. الهايند فوت بقى داخله فيروس، الميد فوت بتبقى داخله في ادكشن، والفور فوت ادكشن، والانكل بيبقى بلانتر فليكس. بلانتر فليكس يعني ايه؟ يعني نازل تحت ايكوينس فورم، بنسميها ايكوينس فورم. الانكل نازل لتحت كده بنسميه ايكوينس، وداخل لجوه بنسميه ايه ادكتس، والهايند فوت بيبقى داخل لجوه برده بنسميه فيروس، فبنسميها تالي بس ايكوين فيروس. تالي يعني ايه؟ تالي يعني انكل، وبس يعني فوت، فتالي بس يعني الانكل والفوت، ايكوينو فيروس. ان ايكوينس يعني بلانتر فليكشن، وفيروس يعني ايه لجوه مع ادكشن في الفور فوت. فدي عباره عن ايه، ديت ال تقسيمه او إيه تكوين الديفورميتيز اوف ذا ايه اوف ذا فوت في حالات الكلاب فوت، بسميها كلاب فوت او تاليبس كونجينيتال تاليبس ايكوينو فيروس. في الحالات دي برضو بتبقى الايه الكاف ماسلز اتروفايد وشورتد. طيب في حالات كده في الاطفال بتبقى مشكله في الني داخل لجوه او طالع لبره، ودي بنشوفها كتير جدا. اي حد شاف طفل صغير قبل كده هتلاقي رجله ايه مقوسه وداخله لجوه، دي فيسيولوجيكال جينو فيرم. طبعا ده اسمه جينو فيرم، جينو يعني ايه الني، فيرم يعني داخل لجوه. لو احنا رسمنا خط كده، الديستال بالنسبه للبروكسيمال، الديستال بالنسبه للبروكسيمال، ديستال داخله فين؟ داخله لجوه بالنسبه للبروكسيمال، فهي فيرم. فيرم يعني ايه جوه، فالجم يعني بره، يعني اللي هي ايه حصل ايه. فاكرين الانجيليشن دي ابيكس لاترال، ودي ميديال انجيليشن ابيكس لاترال، هي نفس الكلام، بس هنا بنسميها فيرم لان الديستال داخل لجوه بالنسبه للبروكسيمال، يبقى اسمها جينو فيرم. ديت اشهر سبب ليها هو الفسيولوجيكال، ثاني اشهر سبب ليها ريكتس، اللي هو فاكرين مرض الصحراء طبعا في ريكتس خدته في الاطفال، بيبقى ايه بيبقى اسمه جينو فيرم ديفورميتي. ده من الحاجات المهمه جدا لازم نعرفها، جينو فيرم ديفورميتي. وانتوا فاكرين طبعا المانيفستيشن بتاع ريكتس شخص ازاي، تلاقي في كابينج وفرينج للديستال للميتافيسز، وتلاقي بون اوستيوليتيك او سوري الكواليتي بتاع البون بتبقى ايه ليتك شويه، او البون بيبقى اوستيوبروتيك. ده في ريكتس اللي هو الايه بون سوفتنينج ديزيز. طيب شايفين الكابينج والفرينج والوايدنينج اوف ذا ايه ميتافيسز. طيب في حالات العكس بقى، ان الديستال ان الليجز الرجل تبقى طالعه لبره مش داخل لجوه، بيبقى الجينو فالجم، الديستال طالعه بره بالنسبه للبروكسيمال اسمها جينو فالجم. تحصل حالات ريكتس برضه، سبيشالي كمان في الايه في رين ريكتس، بس هي ممكن تحصل فيسيولوجيكال. احنا فيسيولوجيكال طبيعي من سن سنه لثلاث سنين يبقى الرجل في فيرم، بعد كده بتتحول لفالجم من ثلاث لست سنين، بعد كده بتتعدل تبقى ايه لحد ما نيوترال او 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 فقط من 7 ل 10 درجات فالجم. ده النورمال، ده النورمال في اي عين، في اي انسان طبيعي، في سلايت فالجم. اللي في معظم البوبيليشن فيها ناس كتير عندهم فيرم، ده مش حاجه مش ده الطبيعي، مش ده الفسيولوجيكال، بسبب ايه مشاكل في التغذيه او مشاكل في النمو، او يعني جينيتيك فاريشنز يعني بالنسبه للبوبيليشنز. بس هي طبيعي يبقى في شويه من 7 ل 10 درجات فالجم وليس فيرم. بس هي جت لنا دي في الامتحان سبوت دايجنوز، هنقول جينو فالجم باي لاترال، جينو فالجم من ناحيتين فيهم جينو فالجم باي لاترال جينو فالجم.
تمام. دي حاجه اسمها فلات فوت، دي مش مهمه قوي، دي قدم مسطحه ومعروفه جدا بالناس بتطلع من جيش، بس هي اكشوالي هي المفروض ما تطلعش من جيش، لان لا الناس اللي عندهم فلات فوت عندهم ايه ايفيدنس، يعني اكوردنج تو ذا ليتست ايفيدنس، لو الناس عندهم فلات فوت عندهم قدره اكتر انهم يمشوا مسافه اطول ويستحملوا المشي بمسافات افضل فاكتر، فيعني عندهم استيولوجيكال ادفانتج، بس طبعا within limits، يعني مش كل طبعا في سيفير اجريز في الفلات فوت تعمل بين وتعمل ديفورمتي بتحتاج سيرجري. في حاجه اسمها ميتاتارس ادكتس، دي جزء من التاليبس، فاكرين التاليبس بتبقى ايه معاها اذر كومبوننتس اوف ديفورميتي، لو بس الفور فوت هو اللي داخل لجوه بسميه ايه ميتاتارس ادكتس، مش مهم برضو. اهم حاجه في الحاجات دي كلها هي التاليبس ايكواني فيروس والجينو فارم والجينو فالجم والدي دي اتش، الدي دي اتش والجينو فارم والجينو فالجم والميتاتارسس سوري والايه والتاليبس ايكواني فيروس، تمام. الاوستيمالايتس ده بيبقى انفكشن في العظم، بيبقى فيه حاجه فيها ثلاث ثري كومبوننتس، بيبقى فيها سيكويسترم ديد بون انسايد انسايد مظله او الانسايد بون، وفي انفولاكرم ده عباره عن سكليروتيك بون اراوند ديد بون، كلويكا ده الساينس اللي بتطلع الايه ديد بون من الايه الفتحه اللي بتوصل ايه الديد بون ده بتخليه يطلع بره المظله. يبقى ده عباره عن ثري كومبوننتس بتشوفهم في الاكس راي، انفولاكرام زي ما انتم شايفين كده، ده عباره عن سيست كده موجوده في العظم فيها ديد بون، فيها حته كده سكليروتيك جوه ديد بون بنسميها سيكويسترام، وحواليه الاسكليروتيك ليجن دي اسمها انفولاكرام، وتلاقي في خرم كده موجود في حته منطقه من المناطق بنسميه ايه؟ بنسميه ايه الكلويكا او الساينس. ده طبعا ده اكس راي لكرونيك اوستيمولايتس، كرونيك اوستيمولايتس اوف ذا ايه ذا بون، سواء بقى في الهيب سواء في الفيمر سواء في التيبيا وات ايفر يعني. دي حاجه برضو لسه امبورتنت بنقولها لكم فور نيور نوليدج بس نوت فور اكزام. دي برضو ديفورميتي في السباين بنسميها ايه، السباين بيبقى شيفتد كده تلتد شيفتد تو وان سايد، ده بنسميه سكوليوزس، الليجن الديفورميتي اسمها سكوليوزس. لو في اللاترال فيو كانت بص من الجنب، لو هي شيفتد انتيرور او بوستيرور في كيرف زايد انتيرور او بوستيرور بنسميه ايه كايفوزس، كيفوزس يبقى الكيرف بتاع الدورسال سباين بيبقى زياده قوي والعيان متحدب كده اللي هو التحدب ده اسمه كيفوزس. ده احنا قلنا في الاطفال في حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، يبقى الفراكشر واصل لايه للجروث بليت او الفايسز، ودي لهم انواع 5 تايبس اكوردنج تو سولتر هاريس كلاسيفيكيشن. دي حاجه مش مهمه لوك اندر جراديو بس تعرفوها ان في حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، اما ده بيحصل في التشيلدرن اونلي، اما الفراكشر يوصل للجروث بليت بي كلاسيفايد باي سولتر هاريس كلاسيفيكيشن. طبعا دي صوره برضو للتوتال ني، احنا ما قلناش ما اتكلمناش على التوتال ني، ده التوتال ني زي فاكرين التوتال هيب، دي برضو توتال ني يعني ايه بنغير الجوينت بتاع الني خالص لما بيحصل فيه ادفانس اوثرايتس وما لهاش حل تاني، بنشيل المفصل الطبيعي ونحط مكانه مفصل صناعي اللي هو اسمه توتال ني ريبليسمنت بشكله كده. طيب نتكلم عن اخر حاجه خالص في المراجعه ان شاء الله والنيرف انجلز. اهم نيرف انجلز المفروض نتكلم عليها نعرفها هي ايه، راديال نيرف انجري، ميديال نيرف، والنا نيرف، وفي اللور لين بنتكلم السياتيك والكومبرونيال نيرف. اول حاجه في تايبس اوف نيرف ليجنز، في نيرف ليجن ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل له كومبريشن، ممكن يحصل له ستريتش، ممكن يتقطع خالص يحصل له سكشن. حاجه اسمها ايه نيرف كومبريشن اللي هو الايه نيوروتوميسيس اللي هو مقطوع، اكزونوتوميسيس بيحصل له الاكسون بس يتقطع، او نيرف كومبريشن اللي هو النيرف كونكشن اسمه نيوروبراكسيا. طيب احنا يعني في العادي كنا لما كان في امتحان شفوي كنا المفروض عارفين الكلام ده، عارفين اناتوم بتاع الميديال نيرف انجري والميكانيزم اوف انجري ازاي والليفل اوف انجري والكلينيكال بيكتشر بتاعت النيرف، بس احنا هنختصرها يعني الكلام ده انتوا عارفينه نظري، ممكن يجي في امتحان اخر السنه كسؤال مثلا او بعد كده في الاناتومي المفروض تذاكروه طبعا في الجنرال في الامتحانات في امتحان الجراحه العامه، بس احنا هنتكلم بس على الحته اللي تهمنا اللي هي ديفورميتي. اما يحصل ان نيرف انجري اللي ايه المشكله اللي تحصل، بيحصل حاجه اسمها ايه ايه بهاند ديفورميتي، لازم عشان نفهم الديفورميتي لازم نكون فاهمين اسمها ايه بهاند او سيمي هاند، لازم نكون فاهمين الميديا نيرف ده بيغذي ايه. انا مش هتكلم في تفاصيل لان دي حاجه كبيره، المفروض نتكلم ميديا نيرف ايه المسلز بتغذيها، واما المسلز دي تبقى اتروفايد يحصل ديفورميتي. بس اختصارا للكلام ده كله، الميديا نيرف لو حصل له ديفورميتي بيحصل ايه، بيحصل حاجه اسمها ايب هاند ديفورميتي. ايب هاند ديفورميتي لان هو بيغذي الابداكتور بتاعت الثمب، فما الابداكتور تبقى ضعيفه يبقى الادكتور بتشتغل، الادكتور شغال بالادنا نيرف فبايه، فالثمب بيبقى ايه جنب الهاند كده بالمنظر ده، فيحصل حاجه اسمها ايه ايب هاند ديفورميتي. تمام،
بيحصل ايه؟ اتروفي للايه؟ ثينر ايمينس هنا، لان الجزء من المسلز اللي موجوده هنا الابداكتور والاوبونس والفليكسور وفليكسور هالوسز او فليكسور بولش سوري كلهم متغذيين باي ميديا نيرف، بيحصل لهم اتروفي فتلاقي اتروفايد وادكتد، فيسموها ايه؟ ايب هاند ديفورميتي. وطبعا هو ان ابيليتي تو اوبوز، لانه بيحصل انجري او بيحصل ايه باراليسيس للمسل اسمها اوبوننت او اوبوننس بولش بريفز او اوبوننس بولش. اوكي، فيبقى اهم حاجه هنا الايب هاند ديفورميتي. في الالنا نيرف انجري حاجتين بيحصل ديفورميتي، يبقى شكلها ايه؟ بارشال كلو هاند. بارشال كلو هاند في حاجه اسمها الالنا بارادوكس. الالنا بارادوكس دي بتحصل ايه؟ المفروض الالنا نيرف انجري المنطقي اي نيرف لو اتعور فوق عالي بيبقى المدى التروما بتاعته او مدى الديفورميتي بتاعته اكتر من لو اتعور تحت، لان هو بيغذي ماسلز اكتر. في الالنا بارادوكس دي العكس، الالنا نيرف لقوا ان الالنا نيرف انجري الهاي الالنا نيرف انجري بيحصل فيها ديفورميتي اقل من اللو اللي هو اللو اللي هو عند الريست مثلا او الفور ارم الالنا نيرف انجري. وده ليها تفسير ان الهاي الالنا نيرف انجري، طبعا احنا عارفين النيرف الالنا نيرف المفروض في الفور ارم بيغذي حاجتين، بيغذي الايه؟ الفليكسور كارباي الناريس ماسل والهاف الالنا هاف اوف فليكسور دوجيتورم بروفاندس، فليكسور دوجيتورم بروفاندس. تمام، وطبعا الالنا نيرف بيغذي مينلي الماسلز بتاعت الهاند اللي هم الايه؟ الانتروسياي واللمبريكلز والادكتور ماسل الادكتور ايه بوليسز. لما يحصل الالنا نيرف انجري وبيغذي طبعا ايه؟ مينلي الفليكسورز السوبرفيشاليس والسوبرفيشال والديب فليكسورز بتوع ايه؟ بتوع الايه؟ تو فينجرز دول. بيغذي التو فينجرز دول مينلي يعني الالنا نيرف. لما بيحصل ايه؟ يحصل لو الالنا نيرف انجري بيحصل حاجه اسمها ايه؟ بارشال كلو هاند. طبعا اللومبريكلز وانتر اوساس بيحصل لهم باراليسيس، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ انترنسيك ماينس ديفورميتي، بيحصل حاجه اسمها مهم يعني بعيدا عن التفاصيل بيحصل حاجه اسمها بارشال كلو هاند، بتلاقي الصباعين دول ايه؟ متنين شويه. طيب الالنا بارادوكس بقى غريبه، لما يحصل ايه باراليسيس للنيرف او يحصل انجري للنيرف اباف ذا ليفل اوف ذا البو بيحصل كمان اتروفي للفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي بيغذي الصباعين دول. فلما الفليكسور العضله اللي بتعمل فليكشن للتو فينجرز دول بيحصل لها باراليسيس، الصباعين دول بيفردوا شويه عن الطبيعي عن الايه؟ عن اللو انرجي. معنى كده ان الهاي انرجي الديفورميتي بتاعتها شكلها اقل او احسن من الايه؟ الديفورميتي بتاع اللو انرجي او الديستال ديستال سوري ديستال ديستال تروما او ديستال ايه نيرف انجري. فدي حاجه اسمها دي حاجه مش منطقيه، بيسموها بالنر بارادوكس. الهاي تروما للالنر نيرف بيبقى الديفورم بتاعتها اقل من اللو تروما في الالنر نيرف. تمام، مهم يعني دي اسمها بارشال كلو هاند ديفورميتي بتحصل في الالنا نيرف انجري سبيشال ايه اللو او ديستال الالنا نيرف انجري. الهاي بيبقى الديفورميتي اقل شويه. تمام، وبيحصل فيها جاترنج. ليه بيحصل ايه جاترنج؟ ده الايه؟ تلاقي الانتر اوساي والامبريكال زي واضحين قوي السبيس بين التندونز او الدورسال سبيسز دي واضحه قوي، بيسموه جاترنج. ليه؟ لان المسلز اللي بين الايه جاترز دي بقت اتروفايد عشان الالنا نيرف بيغذيها فبيحصل جاترنج. طيب الميديا نيرف نفتكر بس ان هو بيتزنق هنا في كانال اسمها كاربال تانل كاربال تانل كانال، فبيحصل حاجه كاربال تانل سندروم. وفي نفس الوقت الالنا نيرف برضو بيتزنق في حته اسمها ايه كيبيتال تانل، فبنسميه الجاينز كانال اسمها جاينز كانال اسمها كيبيتال سوري الكيبيتال تانل دي في الالبو، الجاينز كانال سندروم دي فين في الريست. ده مكان الالنا نيرف كومبريشن، ده الالنا نيرف الحاجات اللي بالانجري والايه كومبليكيشن اللي بتحصل بسببها. وهو برضو مثلا احنا قلنا بارشال كلو هاند ديفورميتي از مور بروميننت لو الايه لو الاباف ذا ريست، لو هي عاليه بقى اباف ذا البو بيبقى بارشال كلو هاند ديفورميتي، لو البلو اللي هو الديستال الاباف ذا ريست بيبقى ايه مور بروميننت. زي ما احنا قلنا اتكلمنا على الالنا بارادوكس. تمام، دي الالنار كانال سندروم اسمها جاينز تانل سندروم، تبقى ديستال عند الريست. ريديال هاند ريديال نيرف طبعا انجري بيغذي الاكستنسور بتاعت الفينجرز اند ايه اند ريست، ولو بيحصل فيهم انجري بيحصل ري انجري سبيشالي زي ما احنا فاكرين في الايه في الهيومرس فراكشر شافت هيومرس لانه ماشي فين في السبايرال جروف، ممكن لو حصل فيه انجري يحصل ايه دروب هاند اند فينجرز. ديفورميتي اسمها ايه؟ اسمها ريست دروب اند فينجر دروب، ريست دروب اند فينجر دروب. دي فيري فيري امبورتنت كويستشن، ريست دروب اند فينجر دروب دي ديفورميتي بتحصل فين؟ في ريديال نيرف انجري. كومبرينيال نيرف انجري في اللور ليم
احنا قلنا السياتيك والكومون لومبرينيا، طبعا مش مهم، بس السياتيك نيرف ده بيجز تقريبا ايه كل الايه الماسلز والسنسيشن بلو ذا ليفل الاذني. فلما يحصل ايه كومبرونيال او سياتيك نيرف انجري بيحصل حاجه اسمها ايه فوت دروب. الفوت ما بت ايه ما بتطلعش، ما فيش ايه اكستنشن ليها او ايه دورس فليكشن ليها، فيحصل حاجه اسمها فوت دروب لما يحصل كومبرونيال انجري. ديت ايه ديت الديفورميتي بتاعت الكومبرونيال انجري اسمها ايه فوت دروب. لما يحصل سياتيك بيبقى ايه الديستال ليفل سياتيك نيرف انجري هاي، سياتيك نيرف انجري يبقى الكومبرونيال بورشن والتيبيال بورشن الاثنين افكتد، فبيبقى ايه فوت فليل فوت، يعني ولا بتحرك بلانتر ولا بتحرك ايه دورسال. ممكن برضو نسميها ايه بيسميها فوت دروب ديفورمتي برضو. كده احنا خلصنا المراجعه بالنسبه للابر ليم، بالنسبه للور ليم، بالنسبة لأسئلة الإيه الـ بالنسبة لأسئلة الـ إن شاء الله الكلينيكال. أتذكر يعني إن شاء الله ما فيش أي أسئلة كلينيكال بره اللي إحنا شرحناها، سواء في الفراكشرز وصور الكلينيكال اللي شفناها في الفراكشرز أو اللي في الآخر المراجعة أو النيرف إنجرز. كل إن شاء الله الأسئلة موجودة اللي في المراجعة دي، كل ما فيش حاجة إن شاء الله في الامتحان بره المراجعة، سواء في الإكس راي سواء في الكلينيكال. وكل الأسئلة سهلة جدا ومباشرة جدا، وبالتوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا.